بيطلع راديو مكة وبيقول ايه العدالة الاجتماعية اللي بيقولوا عليها اللي بيتكلم عليها عبد الناصر دي؟ العدالة لله ولا يمكن لمخلوق ان يفرضها باي حال من الاحوال. طب اذا كان كده بنلغي المحاكم، نلغي وزارة العدل، نلغي جميع انواع العدالة ونسيب القوي وصاحب الملك يسلب ثروات هذه البلد. بعدين يطلع راديو مكة علينا ويقول ايه الكلام الخاص بإذابة الفوارق بين الطبقات، ده كلام ضد الدين، الفقراء ليهم الجنة. طيب الفقراء ليهم الجنة، وانتم يا اصحاب راديو مكة مش عايزين نصيب من الجنة ولو صغير قد كده بأي حال من الأحوال؟ طيب والفقراء دول مالهمش نصيب في الدنيا، نصيبهم بس في الآخرة؟ هم عايزين أيضا نصيب صغير في الدنيا ويديكوا أصادوا نصيب في الجنة. ولكن ده منطق راديو مكة بيضحك على نفسه ولا بيضحك على الناس؟ ولكن سرقة الشعارات، نسيوا ان الناس بيعرفوا ان الدين هو دين العدالة ودين المساواة، الدين ضد الظلم الاجتماعي، الدين ضد الاستغلال بكل معانيه. الدين الاسلامي كان اول ثورة وضعت المبادئ الاشتراكية اللي خاصة بالعدالة والمساواة.